لميس خانم بتحبي تشربي شي؟ لا شكرا سهيل. بعد ساعات من توقيف الشرطة لسائق عائلة زياكيل الشوفير سعيد، نيهان زياكيل ابنة عدنان زياكيل وخطيبة مهند خزندار، كاتبين خطيبة مهند خزندار كان لازم يكتبوا خطيبته الحبوبة، تم إسعافها إلى المشفى. وحسب التصريح الذي جاء من العائلة، نحن لازم نأسس تحت غرفة للإعلام. عن جد عم بحكي، مجريات الخبر الصحيح كتير مهمة. نعم مدموزيل. فرحت كتير لأنك حاسة حالك منيحة، بس أنت عاملة عملية، يا ريت تقومي ترتاحي شوي. بس اتعب بطلع لفوق. وحسب التصريحات أيضا يقال إن قدم نيهان زياكيل قد ردت ويدها كسرت، وقد وردنا أنها فقدت توازنها ووقعت عن الأدراج، ولأن المعلومات الواردة من قصر زياكيل غير كافية فقد أخذت الإشاعات طريقها بين الناس. شو بتحبوا الحكي؟ من جهة ثانية لوحظ أن مهند خزندار كان متخوف جداً ولم يترك خطيبته حتى بعد خروجها من العملية. يا الله مهند شو بك؟ بكفي مليت. سمعت انكم مقربين موعد العرس شوي لقدام، برأيك ما بيكون أحسن؟ بيتغير الموضوع ومنسكر تمام العالم كلياتها. أساساً إذا قدمتوا موعد العرس رح تخلوا الناس تشتلق، بيقولوا هدول ليش تزوجوا بهالسرعة هي؟ وهذا المزبوط، كل العالم عم يستنوا عرسك، لا تستعجلي، هدول بكل الأحوال رح ينتسوا. هيك رأيك أنت؟ إيه. طيب إذا كان هيك لا تكبري الموضوع، خلص رجعي على البيت. وضعنا مو بهالبساطة حبيبتي، على القليلة مو سهل قد اللي بينك وبين مهند. نحن عم نعيش علاقة حقيقية. ليش علاقتنا نحن مو حقيقية؟ بتعرفي منيح مو هذا قصدي. أنا وعدنان متزوجين، والإهانة اللي تعرضت لها كانت كتير كبيرة، وهذا شيء صعب أقبله. بس طيب زيارة المريض طالت كتير. لا تقومي لا تقومي، انتبهي منيح على حالك وطيبي بسرعة. لا تتسرعي بقرارك، حاولي تروقي وتهدي، لا يكون قرارك مبني على ردة فعل. بخاطرك ليكي لهذا صار عم يتردد يبوسني كمان. بلا سخافة. بشوفك. مع السلامة. اتصلي أكيد. ليش بابا عم بيعمل هيك؟ ما عمل أي شي مشان يصلح غلطته مع سمر، تركها بالمشفى هيك لحالة. طلع شي؟ إيه. سمر خانو؟ ما رح انتظر ماما، سلميلي عليها. يوصل يا خانو. ليكن لك فكر بنوم. متأكدة مو حابة رافقك لبرات القصر؟ يا جماعة إذا مشان تبدو يا شباب بعد شوي بعد إذنك بس. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. سمر؟ سمر؟ سمر وقفي. رجعتي ما هيك؟ قولي إنك رجعتي من شان الله. لا حبيبي، شفتها لنهال وراجع. ليش نهال إجت؟ اطلع شوفها هي فوق. لوين؟ أكيد بابا بمشغله، رايحة لعنده؟ لا يا روحي، أنا رايحة، بدي أطلع من الجنان الفوقانية مشان ما يعلقوني الصحفيين. يا بترجاكي لا تروحي، ضلي من شان خاطري. انت بتعرف قد ايه خاطرك كتير كبير عندي، بس مستحيل ما عاد فيني.
بس ليش؟ سمر خانم كتير متضايقة منك. انتي كيف تحكي معي هيك؟ على شغلك فورا، يلا. ماني فهمان شو عم بيصير. ليش عم تعصبي على بابا بسبب حلمي الزفت؟ مو هيك. لكن كيف؟ يلا يلا رجع على البيت لبقى تيجي. طيب ليش خليتني اقول لك ماما؟ بدك تتركينا وتروحي ليش قلت لك ماما؟ مراد حبيبي مو همك شو رح يصير فيني، لا عاد تكذبي علي. ما حبيتي لبابا ولا حبيتيني، انت ما حبيتي حدا منا. حبيبي القصة مو هيك. كيف فيكي تروحي وتتركينا بهالسهولة؟ ما عم تقدري تقولي أي شيء. مستحيل تفهم علي هلا. ما بدي أفهم، ما عاد بدي إياكي بحياتنا. وأنا ما عاد حبك مراد. مراد؟ مراد حبيبي شبك؟ مليت من هالعيشة بهالبيت، مليت كثير من اللي عم بيصير هون. اليوم بقيت كل طالب بالمدرسة كان في جريدة، بس شافوني سكروها وقاموا بكل مكان بالصف وبالباحة. تعال تعال. متأكد انه الأنساد كمان كان مشغول بالهم، وأكيد كانوا عم بيحكوا بينات بعضهم عن الشغلات اللي عم بتصير ببيتنا، حتى انهم ما بيعرفوا شي عن روحة سمر. اف لو بيعرفوا. حبيبي خلاص كل شي رح يتصلح. ايام زمان وقت كنت ارجع على البيت كنت افرح. بشير كان يستناني قدام المدرسة، كنت بس شوفه حس حالي رجعت على البيت. بس هلا ما عاد عم تيجي ارجع على البيت من الشغلات اللي عم تصير. بس اليوم لازم ننبسط، نهال رجعت على البيت اليوم. ياي ايه قالولي هي بغرفتها؟ كانت بالصالون. أهلين حبيبي.
موضوع لك سبك تكتبي كونغ شو بيبجاس رجال ما سام بشم. انت ما تعبتي بس انا عيوني عم بيغمضوا لحالهم. رح اتدوش ونام لي كم ساعه. نام حبيبي، امبارح تعبت كثير طول الليل وانت سهران ما نمت. الحمد لله على السلامه حبيبي. نهال بامانتك. وقفي لا توجعي. ما بتوجعني. بابا قال لي انه حطوا لك سيخ. اي صرت مثل الرجل الآلي. عم تتوجعي؟ لا. تعود جنبي طلع فيه. انت بكيان شي؟ مراد؟ ما في شي. اليوم كان يوم صعب حبيبي. لا تبكي، انشغل بالي عليكي. خلص مشي الحال ليك، رجعت على البيت بسرعة. نعم سمر، شو صار؟ ما حكينا مثل العالم والناس. أنا قلت اللي بدي أقوله، أنت في شي حابب تحكي؟ أنا قلبي عم يحترق من اللي صار، وأنت كتير مرتاحة. ماني مرتاحة، بس فرحانة لأنه رح يصير عنا بيبي. أصلاً أنت عم تتلعبي فيي. ما أنت بالأساس مانك حابة تجيبي ولد ولا شي. أنت بلشت تضايقني. سمر، ما فيك تعملي هيك، ما فيك تجيبي للولد. خلص مهند، أنا بالتاكسي وبدي سكر. لا تسكري، خلينا نحكي. أصبح تعال المساء، رح أستناك مشان نحكي. مبسوطة أنك عم تتلعبي فيه. ما بشوفك المساء. لوين رايحة مدام؟ أتاكوي مارينا. تكرمي مدام. أنت منيح؟ ما في شيء، طرقت بالكرسي. منيح؟ إذا بتحب تحكي أنا بغرفتي. يسلم. مهلبية بالفستق، هلا صار الأكل جاهز على الآخر، بيستاهل تمك يا حلوة. شكراً كثير، سلم إيديكم. انتي مرتاحة هي؟ خلص خالي شهيرة، مرتاحة كتير. باين انك ما بدك تطلعي لفوق، قلنا حتى نجهز هون. عن جد انا هلأ منيحة، هلأ شوي تاني بطلع لفوق. حضرتك بتريدي شي لميس خانو؟ لا شكرا إلكم، لما تفضى الصينية انا بخبركم. يلا سليمان افندي، نحنا خلينا ننزل. ان شاء الله ما على قلبك شر يا وردة البيت. تسلم. لا تتعبي حالك. ماشي، راح نروح نحضر العشاء فورا.
خلينا ننهي الموضوع يا نهال. بالنسبة لي هذا الموضوع انتهى، مو حابة أحكي أكثر من هيك. بس أنا مظلومة بهذا الموضوع. معناتها ما في مشكلة. وقت اللي قال لي عدنان بيك إنك أخذتي موقف منه ما صدقت أبداً. بس هلأ عم شوف بغرابة إنك عم تتهميني بنفس الجمل يلي عم تتهمني فيها فيروز خانم. إيه؟ فيروز خانم عم تأثر عليكي، وإنتي صايرة عم تشبهي نهال. أكيد لا. وأنا كمان في إلي دماغ بستوعب كتير منيح وبشوف اللي عم يدور حوالي. نهال، عن جد هاي اللي أنت بعرفها؟ إيه، وصلت معي لحد هون. من أول يوم سمعتي فيه عم مهند وأنت عم تقولي لا. هذا الموضوع مختلف تماماً. من البداية ما أنك حابة نكون مع بعضنا. أسباب هاي القصة كنا حكيناها كتير. وهلأ مثل هيك إشاعة عم تصدقيها بنفس السبب؟ نهال، عن جد أنا ما عم بعرفك ابنه. في حقيقة كتير واضحة إنه صار اللي بده إياه حلمي ونال. سمر وبابا على وشك يتركوا بعض، بس ما قدروا يفرقوا بيناتنا وما رح ينجحوا أبدا. عن جد عم تفكري إنه أنا إنسانة من هذا النوع؟ لا تاخذي عليكي، أنا قلت حلمي ونال. بتعرفي منيح إنه أنا ما حكيت لك ولا كلمة بحق مهند، حتى إني ما عاد حكيت بشو عم فكر. عدا عن هيك هي كمان عم تعملي نفس الشيء، كمان عم تحاولي توحي بنفس الكلام. لا، أنا بس بدي إياكي تتخلصي من تأثير فيروز خانو. صرتي عم تحكي مثلها بالضبط. بكفي بقى، بكفي، ما عاد حابة أحكي بهذا الموضوع بنوب. مع السلامة مادموزيل. طلعتني عن طوري. سمعت كل شيء. كتير ضغطت علي. تقمتي لها لسمر، برافو عليكي. مدموزيل، شو عم يصير؟ بكون صار عندها شغل مستعجل. وقت سمعت انه سمر جاي على البيت فرحت كتير، بعدين دريت إنها جاية مشاني. كتير انشغل بالها عليكي، دائماً عم تطمن عليكي وتسألني كيف انتهت العملية وكيف وضعك. التقيت شي مع عدنان بالمشفى؟ حكوا شي؟ مو كتير. ليش فتحت هالموضوع مرة تانية؟ شو بدها؟ ولا على بالك حبيبتي، انتي ما حكيتي شي غلط، الحق عليها. وهلأ من دون خجل معلقتني بلسانة، ما شفتيها؟ اوف، اليوم تخلصنا من طفيلية تانية بعد حلمي اونال. مو لهالدرجة، معصبة من المدموزيل، بس ما بقبل ينحكى بحقها بهالطريقة ابدا. انا اسفة، انا عصبت لأن زعلتك. بدي اطلع نام شوي، كتير تعبت. توترت أعصابك، نامي وارتاحي.
شو صار؟ بدي نام شوي. تمام. اطلب لك قطع غيار من المادموزيل كمان؟ المادموزيل راحت. لوين؟ كان عنا درس. ما بعرف، يمكن على بيتها. عجيب أمره. ظاهر عنده شغل خاص. دائما في مسافة حتى مع ماما. أنا قلت لك إني لقطت ماما مع حبيبة. سمر قاعدة هلأ بالفندق الجديد يلي فتح بالمارينا، رقم الغرفة 2204. على مهلك شوي، لا ترفعي ايدك. ماشي، يسلم. اوف تعبت. عادي عادي، ارتاحي شوي. تركتي بشير واجيتي تهتمي فيه يا جميله؟ انا ماني مرضانه اكثر منه. انا حبيت اجي. مالي من المزرعه. بيكون بشير اللي مللها. الله اعلم، بيكون ما عم بسمع كلامه. انت تعافي ومنروح سوا. يلا خلينا ننزلك لتحت. انا بنزل، انتو شوفوا شغلكم.
حلمي اونان. شهير علي الصوت. الله لا يوفقك يا بعيد، ليك كيف لساته عم يضحك. حسب الادعاء عم بيقولوا انكم متهمين بخرق الحصانه المنزليه، دخلتوا شخص من طرفكم على قصر زياكي. تعالوا حلمي اونان بالتلفزيون. أنا رح أقلكن يلي صار بالضبط. واحد مجنون رامي حجرة وبالبير 40 عائل ممطلعينا. هي ما إلا تفسير تاني. هالشي مانو شغل أسكية عاديين. رح نستنى ونشوف. بتشكركن. في الله لا يعطيك العافية. هاي أمور عائلية ما بحب أحكي فيها وما حدا إله عنا أي شي. سمعنا أنه علاقتك بابنك متوترة ومانو موجود بجنبك. يبدو أنه بجانب عدنان زياكي. شو بتقول مشان هالشي؟ هالكلام بضحك. اضحك اضحك، بكرة بس تفوت على السجن ورجيني كيف راح تضحك من ورا الحديد. أساساً أنا اللي راح أضحك من قلبي يا واطي. عن جد ما بيستحي هذا الزلمة، ما عم تحمله. فهمت فهمت، تمام، شكراً لكم. أطلقوا سراحه؟ بس بالوقت الحاضر. حلمي أونال ومحامي نحطوا بخانة اليك. كنت عم أقول رح يحكي شروي غروي بالتلفزيونات، ما حكى بنوب، واضح إنه خايف. ليش نزلتي لحالك؟ كنتي قوليلي. مو مشكلة، أهلا وسهلا. أهلين حبيبتي، ما على قلبك شر. شكرا لك. والورود إليك. كتير حلوين، كلك ذوق. كيف حاسة حالك هلا؟ لخبطة كتير، فايت ليلي بنهاري. ايه طبيعي. بصراحة عمليتها كانت صعبة كتير. ايه بعرف، مجربة. وأنا في إلي ذكرى مثل هي برجلي كمان بعد حادث التزلج. صعبة. ما كنت بعرف. ايه، بس استرجعت عافيتي بالرياضة. وأنا هيك لازم أعمل. إيه، قبل ما أنسى، وينو خطيبي؟ مانو فوق؟ لا. بيكون طلع لبرا. ممكن فوت؟ اتصلت معك بس كمان ما رديتي علي. ما شفت موبايلي، ما في غير الصحفيين عم يدقوا لي، بدي غير رقمي مرة تانية. تفضل اقعد. ماما اللي قالت لك اني انا هون؟ تشرب شي؟ انا بصب لحالي. يا اما ما عم بيسمعوا يا اما تارك تليفونه بشي مكان. اذا بدك الليله بلا ما نترك نهال ومراد لوحدهم بالبيت يا فيروز، شو رايك؟ خلينا ناجل برنامج العشاء. فكره كتير حلوه. وانت رح تحكي مع مهند؟ ابن الحلال عن ذكره بيبان، رح رد عليها. ايه ماما. وينك؟ بالفندق يا روحي. مين في عندك؟ اجا عدنان اذا كان مشغول بالك عليه. عدنان هلا عندك؟ ايه. تصبحي على خير ماما.
عدنان راح لعند سمر لحتى يحكي معها. كتير انبسطت. سمر، انت ما صدقتني. صدقته لهداك الحقير ورحت على بيت مهند، شكيت فيني. مين ما كان يكون مكاني كان عمل نفس الشيء. يعني لساتك عم بتدافع؟ لو كنتي مكاني كنت عملتي نفس الشيء. حلمي اونال بعت لي شغلتين، مفتاح البيت اللي بريفا وحده، والثاني هاد مخالفه المرور. تاكدت منه بالضبط، ما انه مزور. لسه عم بتقول تاكدت؟ انت صدقت كلام هداك الواطي؟ مفتاح البيت استلمته قبل هذا الضبط، ما رحت على هداك البيت مباشرة. قررت روح باللحظة اللي شفت فيه ضبط المرور اللي خالفتي فيه، ساعتها قررت اني روح لهنيك. رحت على هداك البيت لانك نكرتي هالشي واصريتي اكثر من مرة انك ما رحتي لهنيك ولا بتعرفيه. فسري لي هالشي يا سمر، بدي اعرف ليش كذبتي علي وقت سألتك. ايه رحت على هداك البيت، رحت لهنيك كرمال نيهال. حتى مهند ما عنده علم اني رحت لهنيك، بس انا رحت. ليش؟ كنت قايل لي اني انا بعرفه لمهند اكثر من الكل، كمان بيسهان بتعرفه كثير منيح. بتعرف اني انا عارضت قرار زواجه؟ كنتي معارضه؟ بعد ما انفصل مهند عن بشرى حكى كثير شغلات مع نيهال، خبرها انه في حدا تاني، بس نيهال ما صدقت. وأنا شكيت بكلامه، ما كنت حابة تستعجل على زواجهم. وعلى حساب علاقتي بنيهال أصرت إنه ما يتزوجوا، بس النتيجة ما تغيرت. رحت على هداك البيت على أمل شوف حدا تاني، بس ما كان في حدا. وليش على أمل؟ لأني دائما بقول مهند مانو رجال بينوثق فيه، أنا اللي بعرف منيح شو عاشت أختي معه. الموضوع صار بهالبساطة، بس لما بحكي فيه بتشوفوا السخافة، بس هذا اللي صار. خجلت لأني أخذت السيارة من دون شهادة وما قدرت قلك، وعطيت الضبط لسعيد مشان يدفعه. سلمت الضبط من دون ما أعرف إني سلمت ورقة لأيد حلمي التافه. ما أنا كنت مصدقني تصطفل، بس هذا اللي صار. أساساً لو كنت بعرف إنك مصدقني ما كنت شفتني هون. على القليلة كنت قبلت الإهانة وضليت بالبيت. سمر، ما بتتصوري اللي عشته بهديك اللحظة. لو تعرفي قديش كنت تعيس. كل شي كان فيه له تفسير، لو حكينا كنت شرحت لك. بس انت بدل ما تحكي معي رحت وشميت هديك الغرفة، وقعد بالفخ الوسخ اللي جهزه هداك الواطي. لك بخيل ريحتي بالبيت وعلى التخت والمخدة. كفاك هالقد مشان تفكر اني خنتك؟ يا ترى لو جايبين اغراضي الخاصة شو كنت سويت؟ بجوز كنت عملت اكثر من هيك. بكفي. ايه بكفي لهون وبس. انا كثير تعذبت، حابة اخلص. الله معك. Thank you.
تعال عدنان هلأ راح. بعرف. بدي أعرف ليش كذبتي علي وقت سألتك. أي رحت لهداك البيت. أصبح سمعت كل شيء. إيه كل شيء. قلت له إنه خلصنا. لأول مرة بشوفه مغلوب لهالدرجة. كان مقهور. ما بدي أفكر بشي تاني غيرنا نحن. عم بتخوفيني. ما عم بعرفك. عم شوف إيدك رايحة لمسكة الباب. كمان بدك تهرب؟ ما رح بقدر يا سمر. يلا قولا عادي تعودت اسمعها. وقت كنت عم بسمع حديثكن ورا الباب حسيت إنه المرة اللي جوا مختلفة تماماً. فهمت. زعلت على الكلام اللي قلته عنك؟ ولا تلبكت بسبب البيبي؟ طيب معناتها رح فجر القنبلة. ماني حامل. ارتحت هلأ؟ هاي ولا من فرحتك انصدمت؟ كذبتي علي. لا خلينا نقول اني جربتك بكذبة صغيرة، بس مع الأسف تبين رح تقطعني بنص الطريق وتتركني لوحدي. قلت لحالي بقلك فورا قبل ما تحرم. ماني حامل. أكيد ما عم فكر بهيك شغلة هلأ. ريح بالك. عن جد طلعتي بنت لفيروس.